وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الغواصة S-44 من طراز 209 على 1400 ألمانية الصنع، والقادمة من ميناء كيل بدولة ألمانيا بعد أن أبحرت بطاقمها المصري. ويمثل انضمام الغواصة S-44 تعزيزا لقدرة قواتنا البحرية القتالية وحفاظا على مقدراتنا الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس، كذا المحافظة على الأمن البحري، وبما يعزز من تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة، وذلك طبقا للبرنامج الزمني المحدد والذي استلمت مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021. هي غواصة هجومية تعمل بالديزل والكهرباء كما سنتابع. طولها يصل إلى 73 مترا وارتفاعها نحو 13 مترا. تستطيع الغوص لعمق يصل إلى 500 متر كما تشاهدون. ولهذه الغواصة 4 محركات بقدرة تصل إلى 6100 حصان. تبلغ سرعتها القصوى 40 كيلومترا في الساعة. عدد أفراد طاقم هذه الغواصة يصل إلى 30 فردا وتحمل حتى 1500 طن. تستطيع هذه الغواصة الإبحار لمسافة تصل إلى 22 ألف كيلومتر. أما بالنسبة للتسليح فلهذه الغواصة القدرة على إطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ والتوربيدات، وأبرزها صواريخ دفاع جوي مضادة للمروحيات من طراز IDAS وتوربيدات DM2A4 الثقيلة وتوربيدات بلاك شارك الثقيلة. وهذه الأسلحة يصل مداها إلى 50 كيلومترا. كما تحمل الغواصة صواريخ هاربون بلوك 2 المضادة للسفن والأهداف البرية الساحلية والأهداف المطلقة من الأعماق. هذه الصواريخ يصل مداها إلى 140 كيلومترا. ويمكن تزويد هذه الغواصة أيضا بتوربيدات دفاعية صغيرة مضادة للتوربيدات وبألغام بحرية مضادة للسفن والغواصات.